إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، يقول الحق تبارك وتعالى: قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. في هذه الآيات يبين الله تبارك وتعالى مراحل هذا المخلوق الإنسان، كيف جاء إلى الأرض، كيف أنشئ، وما هي المراحل التي يمر بها، وكيف تكون نهايته، ومن الذي تجري عليه مقاديره، من الذي يفعل فيه ذلك كله، من هذا؟ الإنسان بطبعه كفور، إن الإنسان لكفور مبين. الإنسان بطبعه جحود، الإنسان بطبعه كنود، إن الإنسان لربه لكنود، أي كفور. إما أن يكفر بالله الخالق بالكلية، وإما أن يكفر بالبعث والنشور، وإما أن يكفر به ويشرك به ويشرك معه غيره في عبادته وحقه تبارك وتعالى، وإما أن يكفر في نعمه التي لا تحصى. فالإنسان كفور وجحود وكنود، والله تبارك وتعالى يبرهن لهذا الإنسان، يبرهن له هذه الحقائق. قتل الإنسان، لعن وأبعد من رحمة الله تبارك وتعالى. قتل الإنسان، ذلك الإنسان الجحود، ذلك الإنسان الكفور، ذلك الإنسان الكنود، نعم ملعون. قتل الإنسان ما أكفره، ما أشد كفره، ما الذي يحمله على أن يكفر بربه، ما أعظم كفره وإنكاره لما يجب عليه أن يعترف ولا ينكر. أمور واضحة.
أمور وقضايا وبراهين واضحة، ومع ذلك ينكر، ومع ذلك يستبعد، ومع ذلك لا يعترف. ما أكفره، ما أشد كفره، ما أعظم جحوده، ما الذي يحمله على أن يكفر بربه تبارك وتعالى؟ مع وضوح البينة، مع وضوح الدلائل والحجج، ثم بدأ يبين له تبارك وتعالى من أي شيء خلقه، ما هي المادة التي خلق منها. فلينظر الإنسان مما خلق، ما الذي خلقت منه، ما هي المادة. انظر، خلقت من ماذا حتى تتكبر وتستعلي وتظن فيك ما ليس لك؟ ما الذي خلقت؟ انظر من أي شيء خلقه. الجواب: من نطفة خلقه، من هذه المادة المهينة الحقيرة، من هذه النطفة، هذا أصلك. نعم، ومن الذي أوجدك من هذه النطفة والمادة القذرة هذه؟ الله وحده. من نطفة خلقه، ليس من النطفة كلها، وإنما هي من سلالة من ماء مهين، سلالة، شيء يسير، استل من هذه النطفة الله تبارك وتعالى خلقك من هذه المادة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ماء مهين. لاحظ الفرق الكبير بينك وأنت الآن إنسان يفكر، وإنسان يعقل، وإنسان يتحرك، وإنسان يعمل، وإنسان يبني، وإنسان يجحد. انظر بينك حاليا وبين تلك المادة التي خلقت منها، من هذه النطفة، البون الشاسع بين هذا وهذا. نعم، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. بعد أن أوجده من هذه النطفة، الله تبارك وتعالى جعل له هذه المقادير. تحول من النطفة إلى العلقة، ومن العلقة إلى المضغة، ومن المضغة الله تبارك وتعالى خلق منها العظام، ثم كسى العظام لحما، ثم أوجد له هذه الجوارح، جعل له سمعا وبصرا وفؤادا، ثم نفخ فيه الروح فقدره. في بطن أمك، من الذي مر بك هذه المراحل؟ من الذي أوجد العلقة من النطفة؟ أمك؟ لا. أبوك؟ لا. نفسك؟ لا. من هذا؟ الله وحده تبارك وتعالى فقدره. وفي بطن أمه أيضا الله تبارك وتعالى قدر، بعد خروجه من بطن أمه قدر له الأجل، وقدر له الرزق، وقدر له العمل ما يعمل به، وقدر له أشقي هو أم سعيد فقدره. من هذا الذي يتصرف فيك ويدبر أمرك بدون ممانعة؟ لا تستطيع أن تمانع، لا تستطيع أن تنكر، لا تستطيع أن تخالف، تجري عليك المقادير شئت أم أبيت، ولا بد أن تمر بهذه المراحل بدون قفزة. لا تستطيع أن تقفز، تلك سنة الله تبارك وتعالى، هو الذي وضع هذه السنة،
من نطفة علقة مضغة عظاما لحما عروقا. من هذا يا جماعة؟ الله وحده تبارك وتعالى. فقدره بعدما اكتملت هذه كلها وأصبحت إنسانا سويا يتحرك في بطن أمه، ورزقك تحت هذه الظلمات الثلاث، بعد ذلك الله تبارك وتعالى قال: ثم السبيل يسره، أي سبيل الخروج من بطن أمك إلى الدنيا. من هذا الذي سخر لك السبيل الذي خرجت به من بطن أمك إلى الخارج؟ ولد، ابن 4 كيلوات، وزنه 4 كيلوات، 5 كيلوات، نعم، توائم ب6 كيلوات، 8 كيلوات. من الذي يسر هذا الميزان الثقيل وهذا الإنسان ليخرج من هذا المخرج الضيق؟ من هذا؟ من الذي يسر؟ الله تبارك وتعالى وحده. لو اجتمع الأطباء كلهم بل الخلق كله لما استطاع أن ييسر هذا الطريق ويسهل حتى تخرج. والدليل على ذلك أنك بعد خروجك إلى الدنيا لو حاول الأطباء كلهم أن يعيدوك إلى ذلك المخرج لما استطاعوا. المخرج الذي خرجته آنفا لو حاولوا أن يعيدوك إلى ذلك المكان لما استطاعوا، لأن الرب تبارك وتعالى هو الذي سخر وسهل ويسر في الخروج، ولا غيره يستطيع ذلك. ثم السبيل يسره، أخرجك إلى الدنيا، ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى يمن عليك نعمة أخرى. ما هذه النعمة؟ بعد أن قضيت من الحياة ما قدر لك وانتهى أجلك ومت، الله تبارك وتعالى لم يعاملك كما عامل سائر الحيوانات، بل أنعم عليك بنعمة أخرى. ما هي هذه النعمة؟ ثم أماته فأقبره. من الذي أماتك؟ الله. من الذي جعل لك ذلك الأجل الذي لا تستأخر عنه ولا تستقدم؟ من؟ الله. من الذي قدر لك تلك الأرض التي تموت بها؟ الله. من الذي قدر لك سبب الموت والخروج من الدنيا؟ الله. الله وحده تبارك وتعالى. ثم أماته فأقبره، جعل له قبرا. لاحظ هنا، سائر الحيوانات عندما يموتون تبقى جيفتهم على ظهر الأرض حتى تتلاشى، أما الإنسان فالله تبارك وتعالى أكرمه حتى بعد موته، سواء كان كافرا أو مسلما، الله تبارك وتعالى جعل له قبرا، وجعل له الأرض تضمه وتجمعه في بطنها بعد أن كانت تحمله على ظهرها. ألم نجعل الأرض كفاتا، أحياء وأمواتا، أحياء على ظهر الأرض وأمواتا في بطنها. من الذي جعل الأرض كذلك؟ الله تبارك وتعالى جعلها كفاتا، والكفات هو الكفت، والكفت يعني الضم والجمع، فهي التي ضمتكم أحياء وأمواتا. ثم أماته فأقبره، جعل له قبرا. ما الذي بقي؟ هل انتهى الأمر؟ انتهت المسيرة؟ لا،
بعد القبر ما الذي بعده؟ ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا شاء أنشره، أي أخرجه من القبر وأعاده إلى الحياة. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. تلك سنة الله تبارك وتعالى، ولا أحد يستطيع أن يمانع ويخالفها أبدا، سواء كان مقرا بالله أو منكرا له، سنة جارية. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. الله تبارك وتعالى هو الذي تجري عليك مقاديره، فما الذي ينبغي أن تكون عليه يا عبد الله؟ الله تبارك وتعالى قال: كلا لما يقض ما أمره. هذا الإنسان الذي أوجده الله من العدم ومر بهذه المراحل وأماته وبعثه وأنعم عليه وأجرى عليه مقاديره، هذا الإنسان لم يقض ما أمره الله تبارك وتعالى، لم يقض، لم يتبع شرع الله، لم يأتي بالفرائض، لم ينتهي عما نهى عنه، لم يتبع شرع الله تبارك وتعالى. الذي له الخلق له الأمر كذلك، ألا له الخلق والأمر، له الأمر الكوني وله الأمر الشرعي. الأمر الكوني لا أحد يستطيع أن يمانع ويمنع ويخالف، فينبغي ألا نخالف أمره الشرعي، أوامر كتابه وأوامر سنة نبيه وتشريعاته وتحليله وتحريمه. كلا لما يقض ما أمره. يا أيها الإنسان، هل يليق بك أن تجحد ذلك الخالق الذي أوجدك وبأمره مررت بهذه المراحل؟ هل هذا يناسبك؟ هل هذا يليق بك؟ هل هذا ينبغي؟ لا أبدا. كلا لما يقض ما أمره. ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى لفت الأنظار إلى أمر آخر مهم جدا. ما هو هذا؟ الاعتبار بطعامك، الطعام الذي هو مادة الحياة، الطعام الذي هو قيام الحياة. كيف يأتي هذا الطعام؟ لا وجود بدون طعام، لا تستطيع أن تبقى بدون طعام، بدون شراب. كيف يأتي الطعام والشراب؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، اعتبر. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم أيها الإنسان ولأنعامكم التي هي نعم. بواسطتها الله تبارك وتعالى أعطاكم من النعم ما لا تحصى. إذن انظر، طعامك بدون ماء المطر لا طعام، بدون شق الأرض وإخراج النبات والمزارع لا حياة. من الذي يفعل هذا؟ الله وحده تبارك وتعالى، الله وحده تبارك وتعالى. انظر، هل الخلق كله لو اجتمع يستطيع أن يأتي بقطرة من ماء من السماء؟ الجواب لا.
هل الخلق كله لو اجتمع يستطيع أن يفطر الأرض ويشققها ويخرج منها هذا النبات وهذه المزارع وهذه الأشجار المتنوعة؟ الجواب لا. من المنفرد بهذه التصرفات والتدبير؟ الله تبارك وتعالى. انظر إلى المطر كيف يأتي. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فذلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. هل تستطيعون؟ أبدا. لماذا تنكرون الله؟ لماذا تخالفون أمره؟ لماذا تعصونه؟ لماذا تنكرونه؟ لماذا؟ ما الموجب؟ ما الموجب؟ إذا أحبتي في الله، صدق تبارك وتعالى، قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. ينبغي ألا تكفر بربك تبارك وتعالى، له الخلق، هو الذي خلقك، فينبغي أن تتبع شرعه وأن تجتهد في إرضائه تبارك وتعالى في حياتك، وأن تمتثل أمره وتنتهي عما نهى عنك، وفي ذلك مصلحتك في الدارين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.